في الخارج بدري مثلا زي رمضان صبحي سنه اتنين وبيقول اه يا غربتي وبيرجع بسرعه جدا لان هو برضه فهنا بياخد فلوس كويسه قوي بالنسبه له وبعدين هو ماشي بقى يعني في كل حته النجم راح والنجم جه ما بيلاقيش الكلام ده في اوروبا فهي منظومه متكامله لازم الثقافه فيها تتغير. حضرتك برضه اتكلمت على انه احنا عندنا محمد صلاح ميسي ما شاء الله قفل اللعبه خلاص قفل اللعبه عشان كده انا كان نفسي ان هو يعتزل بعد كاس العالم طبعا احنا مستمتعين بيه مكمل. وانا اتمنى ان انا اشوف ميسي بيلعب كمان 5 سنين استمتع بلعبه وبمهاراته وهو قادر على ده هو قادر وهو بيقول طبعًا يعني ان هو بص يعني ما شاء الله عليه وكان في كمان يعني صوره للانجازات والبطولات اللي اخدها زي ما هم زي ما بيقال فعلا ان هو قفل اللعبه احنا بقى عايزين نشوف زي ميسي يعني ما فيش بطوله ما خدهاش الراجل لحد دلوقتي بيأدي يعني ما شاء الله ده دوره مؤثر كمان طب مش طبعًا. مش مجرد ان هو بيشارك مع منتخب بلده وبياخد كاس عالم وخلاص لا ده دوره مؤثر بالعكس انا بقول ان منتخب الارجنتين من غير ميسي منتخب عادي جدا يعني لما يعتزل ميسي انا اظن ان منتخب الارجنتين هيبقى منتخب عادي جدا هو اللي عامل له شكل هو اللي كان بيحل المواقف الصعبه وبيجي في المباريات اللي ما كانتش الارجنتين بتقدر تخلصها وهو كان بيخلصها احنا بنتكلم على واحد عنده 35 سنه فانا كان نفسي طبعا انا كان نفسي ان هو يعتزل ليه دوليا على الاقل مع منتخب الارجنتين لانه صعب جدا ان هو يلعب كاس العالم اللي جايه وصعب ان هو خلاص ما فيش انجاز هيتعمل احسن من الفوز بكاس العالم فده حسن اختيار التوقيت بتاع خاتمه المشوار الدولي على الاقل كان ممكن يكمل سنه 2-3 كمان اللي هو فرصه خلاص خدنا كاس العالم بقى مش ضامنين ايه اللي يحصل وده كان زي ما هو قال حلم الطفوله بالنسبه له واتحقق فمعنى ان هو يقعد في المنتخب مش عايز اشوف بصراحه دموع ميسي زي ما شفت دموع كريستيانو رونالدو الحقيقه كان نفسي ان هو وهو فرحان والعالم كله بيحتفي بيه كده ان هو يعلن اعتزاله الدولي على الاقل ويلعب سنه 2-3 كمان مع اي نادي مفيش مشكله يعني بالنسبه لكريستيانو طبعا دي أسوأ سنه يمكن في تاريخه وبعدين في كلام دلوقتي على موضوع ان هو يروح النصر السعودي صحيح هو في مفاوضات جاده جدا وطبعا يعني السعوديه باصه لكريستيانو رونالدو مش بس كلاعب كوره او سوبر ستار لا هم طبعا لان هم بيحاولوا انه يكون سفير ليهم فيما بعد يعني بيشتروا تاريخ وبيشتروا اسم كبير قوي يكون موجود في الدوري السعودي سنة أو اتنين زي ما يتعاقدوا معاه على الأقل هيكون سنتين وبعد كده طبعا السعودية كلنا عارفين أنها بتفكر مع مصر مع اليونان في أنهم يستضيفوا كاس العالم 2030 فدي هتبقى فرصة أن بعد كده كريستيانو رونالدو يبقى واحد من سفراء السعودية لكاس العالم 2030 وده طبعا يدعم الملف جدا زي ما قطر عملت مع نجوم صحيح. كبار كتير قوي قوي يعني كانوا سفراء ليها في الملف بتاعها وفي يعني الدعايه لكاس العالم 2022 فنفس التفكير تقريبا هي الموضوع مش صفقه كرويه او رياضيه بس يعني